وليه ما تكونش رانيا ولا شيرين ولا فريده بتاعت مصر الجديده؟ وان انت عملت فين ده شويه؟ ده انت مفتري. جايز برضه جايز. ما تكونش البت الروسيه؟ قعدت اقول لك بلاش هشام، دي بتلعب جمباز. تقول لي لا دي حلوه وبتشقني. اشرب. يا ابني روسيه مين؟ انا مرحله بنفسي بره مصر. هي سمر اللي عملت فيا كده، انا واثق. طب ما جهز حد من اللي بيحقدوا عليك في السوق عشان علمت عليه. حد زي مين؟ مش عارف. توفيق الحلو. تصدق ممكن الراجل ده انا لبسته في الحيط. لبسته في حيط؟ ده انت لبسته البدله الزرقاء. شريف. الموضوع ده توب سيكريت. عيب. عيب يا صاحبي. توب سيكريت ده فيكتوريا سيكريت. هشام سرك في جيبك. ايوه نسى نعمة. ايوه يا هشام. ايه ده؟ نعمة؟ اقعد شوية. اقعد. ايوه نعمة. ازيك يا نسى نعمة؟ انا شريف. تقعد يا. عايز اكلمها. ايوه نسى نعمة. ايه حكاية الراجل اللي عايز يقتلك ده؟ ده مين اللي قال لك الموضوع ده؟ شريف قال لي. طب اقفلي دلوقتي يا نعمة، هكلمك كمان شوية. هشام. بقول لك يا شريف. ايه يا حبيبي؟ هو انت قلت لي الموضوع فين؟ قلت سرك كبير. كبير ها؟ يا حقير. في هشام صلى على النبي. انت فضفضحنا عند السكرتيره بتاعتي. اقصى عليك يا نسا نعمه، دي حلفت لي بحبنا ان هي مش هتقول لحد. حب مين يا؟ حب انا ونعمه، وبعدين انت بتعصب كده ليه؟ هي نسا نعمه غريبه؟ دي هتبقى مراتي. مراتي؟ انت مجنون يا نعمه؟ مراتي انا، نعمه وشريف الحب العنيف، دي بتحبني قوي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا بتتخانقوا ولا ايه؟ لا 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 لا، ده انا بهرج مع شريف. هو انت رايح فين يا سول؟ عندي ميتنج مهم، عايز حاجة يا حبيبي؟ لا حبيبتي ربنا معاك يا عم. اوكي يا حبيبي. ازيك يا طنط؟ ايه الشياكة دي؟ طنط؟ طنط في عينك. وكمان بتغلط في انا ما غلطتش. ايوه يا ميشو أدبه. ده فعلا ما ترباش. حاضر، هأدبه. بتغلط في صورة. في ايه يا هشام؟ في حد يقول له صورة يا طنط؟ ما انا قبل كده قلت لها أم هشام زعلت، أقول لها إيه؟ أم هشام كمان؟ أنا أم هشام كمان. ليه؟ في حد يقول له صورة طنط؟ والله طنط ولا أم هشام؟ يعني استقروا على حاجة. هنخش ازاي لتوفيق الحلو السجن؟ عشان نخش له السجن هنحتاج تصريح. طب ما انا عارف محتاج تصريح، هنجيبه منين؟ يا عم ما تقلقش، احنا حبايبنا كتير، ليه واحد ظابط صاحبي في المرور. مرور؟ اه هما بيبقوا عارفين بعض. هيا ميشو، هي سولا مش هنا ولا ايه؟ لا هي خرجت، انا اللي هنا. طب انت عامل ايه دلوقتي؟ انا كويس. جود مورنينج. ازيك يا مدام ناني؟ انا شريف صاحب هشام، يعني تقريبا زي اخوه، مسكت كل شغله. هاي. نكمل كلامنا بعدين. مش عايز تيجي عندي السبا؟ هتنبسط قوي. انا عايز اجي عشان عايز انبسط. وانا كمان عايز اجي معاكم السبا انبسط يعني. باي يا ميشو. باي. وانا شفاف ولا ايه؟ حلو قوي صاحبه صولا دي، بس قللت الذوق. حلو ما يكملش. بس بقول لك ايه؟ الحته دي ما تتفوتش. يا ريت. بس دي من المحظورات. محظورات؟ انت بيفرق معاك محظورات ولا ضرورات؟ ده انت وشك مكشوف. لا يا عم، اي حاجه تضايق صولا بلاش منها. انا لو منك تخش بينهم وتخسرهم بعض. صح. الجو يخلالك. ايوه. تضرب الورقتين العرفي. ايوه. وتاخد ناني وتخلع. وكده تبقى غطيت كل المراحل العمريه يا هشام. طيب. ما شاء الله عليك. وبعدين احنا فين ولا فين؟ هنروح لتوفيق الحلو ازاي؟ اه صحيح، احنا فين ولا فين؟ ما قلت لك هنجيب تصريح. المرور؟ بقول لك واتش إت.